هتيجي بقى نقلب كل مقادير البسبوسه مع بعض. يلا اول حاجه هتبدا بيها الزبادي. اللي هقول لك حط الزبادي اوكي واضربه بالمضرب. حط الزبادي. انا هساعدك. ماشي ماشي مفيش مشكله. الزبادي مع المضرب حلو جدا. تمام يلا نضربه الاول. هعلمك بجد ولا هتبقى احلى بسبوسه. يلا بينا. طب زبادي مع المضرب. ماشي. حلو الكلام. يلا بينا. ادي طيب. الزبادي. تسلم ايدك. ونحط شويه السمنه البلدي دول. حلو. بالمعلقه دي اوكي على الزبادي. يلا هي بسبوسه يعني سمنه. والمقادير يعني على الشاشه. لازم السمنه البلدي. شوفوا ازاي الاستاذ رامي محمد. ايوه المذيع المتالق فوارس الاسلام فارس على شاشه القناه الاولى بيعمل لنا ازاي بسبوسه بالسمنه والسكر والعسل. قول لي يا رامي البسبوسه بتشرب شربات بارد ولا شربات سخن؟ هو انا الدائم واللي بشوفه طبعا قدامي ان هو بيبقى الشربات سخن. شربات سخن لان انا دايما بنبقى حتى ان انا ماما بتعمل مكونات الشربات نفسه. حلو. يعني مش بنجيبه جاهز. مظبوط طبعا. فبيبقى سخن بيبقى دايما. دي جوز الهند. جوز الهند. حلو. احنا كده حطينا زبادي. ايوه سمع ماما بقى. أيوة. سمع الوالدة كده. ايه ماما كمان عشان تبقى. أيوة. شايفاني وتبقى هترجعنا. حلو جدا. أيوة. احنا كده حطينا الزبادي والسمنه البلدي. حلو. وكمان حطينا السمنه البلدي نوعيه كويسه. سمنه بلدي وحطينا كمان جوز الهند. حلو. ودلوقتي احنا بنقلب. دي يمكن مكونات اساسيه ورئيسيه لاي بسبوسه حلوه في مصر او في العالم. كمان شويه سكر. سكر يا ريت. وتسيب الزبادي يتخمر كده. حلو. مع المكونات دي شويه سكر هم. تمام. قلبهم جامد. يلا بينا حبيبي. يلا مع شويه شربطه. الشربات بتاع البسبوسه. حلو جدا. مع رشه ملح. بس انت ما اكدتليش برضو المعلومه هنا بقى كده. هو نعم. سخن ولا بارد الايه الشربات؟ لا انت قلت جاوبت صح. صح كده لازم البسبوسه تشرب شربات سخن. شفت بقى. لا عندي عندي خلفيه برضو. لا خلفيه وخلفيه ممتازه. يعني مؤهله انك انت تساعد في المطبخ. لا خلي بالك انا ممكن بقى طبختين ثلاثه كده وكمان مع الجمهور بتاع حضرتك بقى شيف. واعمل بقى اخش في اكله امي. لا تشرفنا. او عندي مطبخ الفوارس. فوارس المطبخ. فوارس المطبخ حبيبي يا رب. انت لو ما كنتش بقيت تبقى مذيع شاطر ومتالق كنت تتمنى تبقى ايه؟ يعني انا كنت يمكن بحب التاريخ. تاريخ جدا. فممكن ابقى اللي هو مدرس تاريخ. حلو. او راوي للتاريخ. احب جدا اللغه العربيه. احب جدا اقرا في الاشعار والحاجات دي يعني. احب كمان يعني انا في فكره عارف المرشد السياحي. حلو. انا احب جدا برضو الوظيفه دي جدا ان انا اشرح الاثار المصريه احكي عن قصص تاريخ مصر وبالذات الحاجات اللي مرتبطه بالهويه. بمناسبه مرشد سياحي والسياحه ما لقيتش كده وانت بتدرس وانت بتتفحص في لغه السياحه والاثار الاكل المصري بتاعنا ايه الموروثات بتاعته؟ ده من الحاجات المهمة. هاي الأكلات المصرية. يعني أنا إيه الموروثات بتاعته؟ أقلب ولا خلاص كده خليها؟ لا أقلب لسه احنا زي الفل. زي الفل. من الموروثات واحنا بنتكلم عنها بصراحة. أنا عايزك تعملها بإيدك من التفاصيل كلها. أوكي يلا. حط شوية السبيت دول على دول. ماشي. وقلبهم كاملين. واحدة واحدة. كاملين كده صح؟ لا حط نصهم وقلب. أوكي ماشي حلو. رجعت عايزة نحط وهكذا. حلو جدا. يلا. حلو جدا. هجهز لك الصينية. حلو جدا. اتفضل. فمن ضمن الحاجات اللي أنا ببقى يعني مبسوط بيها وببقى دايما بعتز بيها جدا إن احنا عندنا مدرسة في المطبخ. حلو. لينا ريادة في بعض الأكلات المصرية. يعني احنا لما بنتكلم عن المطبخ الإيطالي من شوية والمطبخ الغربي وغيره. إن احنا عندنا في مصر مطبخ مصري وأكلات بنتميز بها احنا. يعني احنا كنا بنتكلم من شوية عن المحاشي مثلا. حلو. الكشري. حلو. نتكلم مثلا عن الملوخية. حلو. ففي أكلات مصرية كده خلاص في أي مكان هتبقى موجود فيه لا يقول لك أكل مصري يعني محشي. يعني كشري. حلو. يعني فهي خلاص احنا لينا مدرسه مصري. يعني فول بالتقليه. يعني فول. حلو. فول طبعا. وفول المدمس واللي بالتقليه وفول الحار والحاجات. لا 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 طبعا. يعني بصاره. يعني جدا. يعني مسقعه بتنجان. جدا. يعني طعميه. دي اكلات يمكن مصر بتشتهر بيها كمان. يعني ملوخيه بالارانب. وعلى فكره بالنسبه للسياحه كمان اغلب السياح اللي بيجوا مصر بيبقى جزء من البرنامج السياحي بتاعهم ان هم ياكلوا اكله مصريه. فتبقى الاكلات دي على راس البرنامج السياحي وراس الاكلات اللي بياكلوها. حلو. في حاجات قريبه من البسبوسه شويه. انا يعني ببقى ناسي اسمها. في اكلات او في يعني حلويات بتبقى قريبه بنسى اسمها كتير مع ان على فكره مكوناتها قريبه جدا من البسبوسه. بيقال عنها يعني انا دلوقتي تذكرت اسمها شويه. الاورنيك. البريك. الاورنيك. الاورنيك. البريك. البريك. البريك ولا اورنيك انا ناسي اسمه شويه. بس اعتقد ان هو قريب شويه من من البسبوسه. من البسبوسه. في حاجات كتيره جدا بتبقى قريبه من البسبوسه شويه برضو بتبقى نفس الهريسه. تقصد الهريسه ولا النموره؟
دي حاجات كده برضو يعني ايه للمدارس. حتى كنت بصور دايما برنامج فوارس الاسلام، فكنت بصوره في الحاكم، فكل ما اروح مسجد الحاكم افتكر الحاكم بامر الله، وافتكر موضوع الملوخيه وان هو فكره اتمنعت الملوخيه في مصر فتره، فاقعد افتكر كده القصص التاريخيه بتاعت الاكلات. دي بقى احكيها لنا. ان فكره ان في وقت من الاوقات اتمنعت في مصر الملوخيه بامر من الحاكم بامر الله. دي حدوته ولا حكايه ولا واقع؟ لا، هو يعني هي في كتب كتير جدا اتكلمت عنها كحقيقه. وكمان يعني ارجعوا ليها اسباب مختلفه. حلو. منها يعني اسباب ان طبعا حب بعض الاماكن للملوخيه، فهو اراد ان لا الملوخيه دي تبقاش موجوده. وحتى الناس وصلوا في مصر وقت من الاوقات كانوا بيزرعوها سرا، يعني عارف حاجه كانها سر، حاجه من الممنوعات الملوخيه. يزرعوها سرا ويبيعوها سرا لبعض. حلو. فتلاقي ان الملوخيه اتمنعت، فوصلت لمرحله بقت حاجه صعبه جدا، لا يعني الناس عايزه تاكل ملوخيه وبتدور عليها. فانا افتكر الحاكم بامر الله في حاجه زي كده، فاقول مع ان سبحان الله من الحاجات المشهوره عن مصر الملوخيه. لانها طبعا انت عارف ان هي كانت دواء وقيمتها الغذائيه عاليه جدا، وعلاج للقولون، امساك. بالظبط. الاطفال يحبوها جدا، بيتفطموا عليها، يعني بيعملوا اللي هو العيش اللي هو ودن القطه كده، صح؟ ايوه مظبوط. بالظبط كده. أيوة. يقولوا بقى ودن الارنب ودن القطه والحاجات دي. ايوه مظبوط عادي. واللي انت عايزه كله حبيبي. شفت الطحينه دي مع البسبوسه اللي انت بتعملها؟ انا ممكن كرمله الطحينه مع مكونات البسبوسه بتدينا معادله. بس هو انا طعوية. هنا فكره ان دي طحينه نحطها في الاول قبل ما نحط عليها البسبوسه، ليه بقى الهدف منها؟ ما احنا بنحطها في الارضيه بتاعت الصينيه كده بعازل بدل السمنه البلدي عشان تكرمل لما تخش النار. لما تخش النار هتاخد تصطدم بالنار. شفت الكيمياء اللي هتحصل هنا؟ طحينه يعني زيت سمسم. بالظبط صح. هي معموله منه، حطيناها بدل السمنه. هنحط مكون الطحينه، في سمنه وفي سميد وفي زبادي وفي جوز الهند وفي فانيليا وهكذا. كل ده بينطبخ مع بعضه هنا. مين اللي بيألف التأليفه في الاخر ويخليها حلوه ويترجم الحدوته دي؟ الشربات اللي هيتحط سخن عليها بالسمنه البلدي هيعمل مزيج لكل ده ويعملها الوش بتاعها. ويعملها الوش بتاعها. بالظبط. شفت بقى الحدوته والحكايه؟ هو ده طبعا. طيب حط لنا بدول هنا. انت اللي بتاعت تمام زي الفل. تمام زي الفل كده. تسلم ايدك. حلو جدا. خلاص انا بقيت شيف. خلاص عينيا مساعد الشيف طبعا. نعم يا غالي. لا بقول انا بقيت مساعد الشيف بقى خلاص. حبيبي لا يشرفني. حبيبي شيف. سنة. حلو حلو حلو. يلا. تمام. عملنا دول. اوكي. اضرب فيهم ضربه كده ايوه بالسبتيولا دي كده. بالظبط. شيلهم كلهم وحطهم مره واحده. بالظبط مره واحده. وبعدين نسويها. يلا بينا يلا بينا. حبيبي تسلم ايدك. ايوه. بالظبط. لا والله البسبوسه جميله وسهله. مطبخ سهل. طبعا. لا مش اسهل ما تقعد تقرا في التاريخ وتقعد تحفظ. بالله عليك. هي كل واحد ما هو اللي بيقرا يقول لك المطبخ سهل. واللي بيرفض يقول لك ده سهل. دلوقتي المطبخ سهل وفي ايدي اهو الموضوع. لا سيب لي التركيه دي بقى كده. شوف هعمل ايه ده بقى. طب حلو. شديها. ايوه. بس هو يمكن المطبخ سهل عشان مع يعني المايسترو. انا دايما بقول ان وجود حضرتك كده في وسط الاكلات وفي وسط المكونات، مايسترو بيعزف والله. كل واحد بيحب شغله، هو مايسترو، هو مبدع، هو فيلسوف في عمله. انت تحب شغلك فعلا. هو انا فعلا انا بقى ده يمكن برضه في برضه عشان ما نظلمش بعض الهوايات والمهن الاخرى. مخرج حب شغله هيبدع. هيبدع صح فعلا. مصور حب شغله هيبدع وهكذا. مهندس هيهندس. بالظبط. دكتور هيعالج. شفت البسبوسه الحلوه دي كده؟ الله الله. لا جميل رائع. ايه رايك؟ تسلم ليك. حاضر يا فندم. هنعمل ايه بقى؟ تركيه صغيره كده قبل ما تخش النار. يلا. وربنا يكفينا شر النار. سمعنا امين. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. شفت اهي البسبوسه؟ درجه حراره الفرن عندي 180. هناخد البسبوسه بتاعتي كده زي الفل. حلو جدا. نقول لها باي باي. ومن داخل الفرن ومعايا المذيع المتالق اللي له طموح كبير ودايما بيقول اللي جاي افضل واللي جاي، واحنا كلنا بنقول بصراحه، بس هو عنده تفاؤل وعنده امل كبير في اللي جاي حلو، وده حاجه حلوه جواه طاقه ايجابيه، ونحافظ على الشباب اللي زي ده. حبيبي يا شيخ. المذيع المتالق بيقدم لنا برنامج فوارس الاسلام على شاشه القناه الاولى، الاستاذ الاعلامي رامي محمد. ازيك يا رامي؟ حبيبي يا شيخ. شكرا.